باغية فرموي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين دوائي ويكا لباسي حضرتي زكريا بوكردين سلامي خوالي لسربي البتا بافتي داستانك لسر أويك باسي لدايقبوني مريم شون وك مريم خوي أبي بدايك وعيسى إليه باسي أواك بلان باتو جبويك كفالتي حضرتي مريم زكريا قرفت عهدي خوي وزكريا يجدعوا كاربو لأخواك خوي قورة مناري بيبا وديارة ليوايشا خوي قورة وعدي بيداك كريباتي وكركي ناوي يحيابي ونشاني حامل بوني جنكيشي كرد بويك زكريا ناتواني قسكا لقال خلق أبو ما ويسيروك إلا بالرمزين به دواي بيتشانوي أو داستانا يعني لنا وداستانا كي مريم أمرهات وسر داستاني مريم فرموي أو كاتا يعني الروداوي أو كاتا وبيربين وكا فريشتكان وتيان أي مريم براستي يعني بيقمان ذاتي الله البجاردي كردوي وباكو خاويني كردوي يا باكو خاويني راقرتوي واصطفاك على نساء العالمين وهل بجادي كردي بسر همو جناني عالم دا يعني همو جناني خلق دا بونور دا ليرا دا كلموها شفاها يعني أم قصك زاهر واقني كملائكة قصيان كردوا خب أم ملائكة أنا شون ينقصي لقل مريم كردوا الله كلموها شفاها هر آوارو برو دم بدم لقل مريم دواون جابو ولا كرامة لها لبروي كريز لمريم بنين كريزو بايكي قوري هي أي أوانوا كرامة يان قبولنية يا جنشي وادرك بك ساني لهم كإنكاري كرامة أكن بو كاين معمولا كرامة خارق عادة أو خارق عادة بو غيري في غمران رو أدا جاوان إنكاري أكن واديارة أو خارق عاداني كرؤدا بغيري بيغمبران أو كسانك كرامتيا قبولنية بناوي معجزي بيغمبرك وناو بردي أكن مثلا أقر شتيكي بمشي ويعني أقر خارقكي عادد بو حزرة مريم رويدابي أو أقر معجزي حزرة زكريا بوا مثلا يا معجزي حزرة عيسى بوا بويا عليه ومن أنكر الكرامة أو كسيك كرامتي قبولنية زعم أن ذلك كان معجزة زكريا وايقبان كردوا كأمر داوة بو مريم أما معجزي زكريا بو أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه السلام يا إرهاص بو إرهاصيش نوعك لخارق عادات بيشواني عادات بلان بيش بيغمبريتي رؤى دابوها البيغمبريك وكو مثلا لصال عام الفيلة كقرار أو صالة فيغنبر الإسلام لدائق ببيع خواهي قولة بر لدائق بوني فيغنبر أو جريانا أقوميني وأورو أدا لسر كعبدي تجواو دجمناني كهيرج ديال النبوة قريانكا بما بستي أوكا ليرا كسيك ديتا وجود لدورو بري أم كعباو كروج بو أخواء أبالا بنا أم كعباو أمانا مقامي او نقوليا او نأرزش مندك كعبه بفاريزريا و اويكا تجمناني كعبه لبين ببرينو بفوتين دريا زورشتي تهروها ليرشا عليما إرهاز بو شن قرار ام خانم منالكي ببي ومنالكي ببي بفيغنبري خوا ام خارق عادة يعني امشتك بيشواني ياسايا كقسا كردني ملائكة لقل كسيكا كسيكا بيغمبرنية أما الروبدا كواتيا بلاي أوانو يا معجزي زكريايا يا إرهاص عيسايا فإن الإجماع على أنه تعالى لم يستنبئ امرأة ممكن اللي أجواب يقصوا على باتو باش ناكر يبلين مريم بيغمبر بوو أمثل إشتان قسان لقل أو كدو بحكمي بيغمبريتي علينا شن إجماع لسن أويك أخوي تعالى هيج جنيكي ناكر دوبا بيغمبر لقوله تعالى
شنك قوله تعالى فنو ما أرسلنا قبلك إلا رجالا يعني لا فيشت ولا فياو نبي نما النار دوا بو أوي في غمبر يتيب كان إلا رجالا نوحي إليهم فيما ما بعدك أويا أو تبقى قيد وقيود يا كساني كشان أقصانا كانوا أخوائي قولا جنيشي كردوا في غمبر أمانا أو تا وعيدانين كمريم في غمبر بوا مثلا حتى ذاك موسى كملائكة خواهي قولا فرمي وحي من بولا كردوا مثلا قصاء كان يغنوانيا كبيغمبر يتيم حسير بيدا في أوانا خواهي قولا دو نعمة باش جنان نشي دعوة أما هذا قولي زعيفة ليوا أم جارة وقيل ألهموها قيل قرانا خير قصاء لقال نكر وإلهام ينكر من أم إلهام وكو خسننا وضلوا الدليل تيا قرانا من ذلك شونا آوايتي أقم لإلهام بمشي ويا يعني أثري تكلم مثلا سمع الملائكة خب قسب كان لقل مريم في بلان تو هل بجاردي خوين پاك وكراو يعني خواهي قولة توي پاك وكردو هل بجاردي كردوين پاكي كردوين أما يعني أو معنى ومفهومة رو أداب ومثلا موحى إليه أكا وحي ولا كراوك يعني أو الرو أداء ببيئة وكالنفس تكلمك ببيت وكما مثلا إمام غزالي فرموديك إلى بعد عذاب قبر وباسك علي أكريا مثلا يسأل مثلا حديث هيا لا قبر مثلا مار هيا آور هيا علي أكريا سوتان ببي وعكسيك اللي واهي ومستحقية وعذابه آوري جنبي أكريا شجاني مار في ودان ببي مارك جي ليوان نبي بوشي مثلا خواهي تعالى اجل وجود ابن ياما خلقك لما في ودان ناخوشتنا بوجود انسان بحالك ان ما ريو نهج دي هاي لماذا اتواني او اسر خلقك ببي اوك صاحب اسرك خوي وجودي ببي يعني اشو جانك هي مار في ودانا شاكا هي زهري مارا ولي ماري وجودي نيا زهري وجودي نيا اما خواهي قولي اشكي خلق كردوها حالوي لريشا تكلمي نبوة بلان خواهي قولة أثري تكلمك خلق كردوه شاكا جاء أو أثري تكلمه إيجاد كردني أو شواني تكلمه لنا عدلو دلوني مريم أو إلهام إلهام يعني أعوى متواجبون والإصطفاء أعلي باشبو أو إصطفاء دورا فرمي إصطفاكي أو إفيا فرمو أو فرمي إصطفاكي دوها شرمي إصطفاكي على نساء العالمين أعلي والإصطفاء الأول تقبلها من أمها استفاء يكام هل بجارده كردني يكام ورقرتني خواي قورب ومريم ورقر لدايك بو اويك خزمتي بيت المقدس كان لحالك اول لوبر ولم تقبل قبلها انثى ميينا لوبر بو ام بستور رجيرابو وياك وتفريغها للعبادة واماك خواي قورب ترخاني كربو خدا بارستي اوش خواي يعني تفريغي كربو اوه ما دام كتفريغ كربوع وش هل خوي استفاية وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب شاكا وأما خوي قولة بيانيازي كرب الرزق الجنة لكاسبي كردنو مثلا بدا زناني رزق الروزي لديالة خوي قولة أوي بو أو كردوا تازاو إنه أمين تريان بسر جنانايا واصطفاكي على نساء العالمين أو يعني استفاية مطلقة يعني بس في أواني شاية هيش كسيكي بيانياز نكردوا با روزي كردني مثلا روزي بهشتي بوابيو بينيازي كالا كسبي دنياي وتظهيرها وباك وكردني مريم يجبت تظهيرها عما يستقدر من النساء باك راقرتني مريم لو اشتيك بيزي لأبيتها لجنان يعني هرتي لجنان وصادر بيو ماي أو بيك إنسان قيزي لأبشبتها مريم هيك كان لواني نبوة متواجبي وكو خويني حيس وكو تشلم مثلا شلق بوي شلق مثلا بلين او جورشتاني كباعث استقزار اواني الدبو والثاني واستفاد وم هدايتها كواستفاكي على نساء العالمين يعني الشهر ذاكرني مريم هدايه دوا وارسال الملائكه اليها وفرشتي ولا ناردوها وتخصيصها بالكرامه السنيه شاكا وتايبتي كردوها بكرامته كأو كرامته السنية يعني أرزشمنده برزو بالايا
كالولد من غير أبين وكو ما مثلا منالي بيباوكي ليبا ولد هناوة أم جار دوائوة وتبريتها مما قذفته اليهود وأم جار مثلا استفايد ومدوبارا طاق راقتين يعني بيقناح دل كردلي مريم لو اشتيك واجو لك كان أيان دايا بال مريم مثلا نعوذ بالله أيان مريم لقل كسي ترابنا مشروعي رابطي بو واختمناري بو أمانة بچي جا خواي قولة تبرئي كر بإنطاق الطفل بويك وامنا لكي بو هنا نتقى وني منا لكي بمنا لخصي كر وجعلها وابنيها وجعلوا ابنيها آية للعالمين وبوشك خواي قولة هم خوي وهم كركي كربا نشان بو هم عالم نشاني لصلاة وقدرة خواي بو هم عالمين الله بو هم أوانا وقشت استفابه أم جاء فرميد وهي أواه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أي مريم باشا خدا پرست يعني بردوان ملخوا پرستي واسجدي كرنوش ببا واركعي ركوع ببا يعني بتشميوا مع الراكعين لقال أوانيك أشمينو يعني نيوش بخوينة لقال نيوش خوينان هواتين نيوش قلبة جماعات خوينة مريم ليردا أمرت بالصلاة في الجماعة فرماني في أدرا أبوي كنوش بخواني بالجماعتها بشي جا فرماني في أدرا بذكر أركانها بوي كوا ذكر أركان نوش كي مثلا سجد الركوع ناوبرد بجيو بفرمي صلي نوش فينا وتي سجد بالركوع ببا باش بو واي كدو خواي قورا مبالغة في المحافظة عليها شون كأخوي جورا بوي كمبالغي كذبي لا محافظة لسر نيوجكا يا بنز الدستوري محافظة لسر نيوجكا لو دستور ده مبالغي كذبي معمولا لنيوجا سجدة دواي ركوع كذبي سأم سؤال فيابي بوشي مثلا خوي تعالى شبيه فرمايا يا مريم اقنتي لربك واركعي أمر بتها واسجدي مع الراكعين يا واسجدي مع الساجدين بالحال عليه وقدم السجود على الركوع مثلا سجودي بس الركوع في جلال لبرج دوشن إما لكونه كذلك في شريعتهم يا لبر أبو ولا شريعتي أو نوابوا بلا وسجدهم رد وإيش ولد الركوع أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب يا أبو يوريا من كاتوا لسنة وكواو ترتيب واجبنا جربوا جمع يعني دروس سجد الركوع هردو كيان لم يجاهل يعني نوجب أدواني تيابه بلام اتباسي او ناكا او باسي او ناكا كامل لبنو بيو كامل لدواو بي او تشوي تسر ركوعك لحالك الركوعك دواي سجدك يا فزا ما الدليل لسر او واو بو ترتيب نيا بيجي او الى دواي واوك ويا حتما دواي او ديتا ديكا لفيج واوك دايا او متواجبون فزا بو تشيا بو او ايا كواب بيان تيما قينيك ام واو ترتيب واجبك فقط بو مطلق جمعا أو اللي يقترن إركعي بالراكعين يا لبرأويك إركعيك وصل بي بالراكعين هو لبناي أوا بواج وانتنا يعني عبارتك باشا أو سؤال جديد باشا يسي إركعي بالراكعين هو نذكر اسجدوا بيولجي راكعينك ساجدين وها مثلا ترتيبك رعايته مثلا بيفرما واركعي واسجدي مع الساجدين ها وش رجال كان اللي قبله إيش كان أنا؟ بس كي أويا بكرتي أويا كا احتمالا لدوراني أوى كسان يبوبية النرج يعني أو أن أخوانا اختلاف يعني بوبية نرجي بيركوع يعني كردبي يا أخوي يقولوا كيان بس المين نرجي بيركوع وجوديني هرني أوى حالبي جاك واتا مع الراكعين بويا كان اللي هو ركوعك يبرج استكرته بذكر الراكعين ساجديني نهنا و تا اوان چیان کربه لکاتی خویا رکوعیان خسمتو نا نوجه کانیان یا ایسا او نوجه که ایوه ایخوه نو رکوعی تیانی او نوجه نیه اما نوجه که مسلمانان ایخوه نو رکوعی تیایا یعنو بنا امان حالبی ولی خوب چون دستوره که با زمانی حضرت مریم و ارکعی مع الراکعین یعنی اوان وار رکوع دینا نوجه کانیان نوجه کان خساو نیه یعنی لگل اوان مبا بویا رلی الاذان بی انما لسه فی صلاتهم رکوع لیسو مصلین تاوكو إعلام كابا وكا كسيكا لنوجكا الركوع النبي أويت المصلين يجني
وقيل المراد بالخنوت إدامة الطاعة يعني بردوام خدا فرستيبك قال دم كشف الورد قالت ما إدامة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما شاكا يان أو كسيك قانتا يعني بردوام عبادة دكا لك تكاني شودا ساجدا وقائما يربو يو مثالي هنا وتو كبزاني قانت قانت يوابو عبادتي بردوام بكار بلا وإطاعي بردوام يعني مطيع إخوان ببردوامي لسجول القيامة ها؟ هو جاي معني قوم الخواني اللي يقرت؟ نا والله هربو جواري ببردوام عبادة ما يقرم أو ما نود ولديارة أو قنوتا يا مريم قنوتي لربك لواني قنوت هل وين نوج بين اللي بروا شن أو سجدة والركوع كي واقرت كياني أركان نوج كان سبع قنود أركان يجنبي بلا مشتيه كرنا ونوج هاي شاكا ولديارة أم إدامة طاعتا بعشترة وبالسجود الصلاة يعني قيل المراد بالسجود الصلاة يعني منظور بسجد كنوي مثلا يا مريم قنوتي يعني بردوام العبادة وفروردقار والسجود يعني يعجب وبك أما أو أختك قولي تعالى وأدبار السجود شاكا يعني دبوري نيوجكان أو السجود هنا صلاة أدبار يعني دواي نيوجكان مثلا ذكري خواك وبالركوعي ومزويش بالركوع أكري أما به مراد بويش به الخشوع والإخبات فموكت الخشوع والإخبات على الدواء يعني وكو وخيته وأراد بالركوع الخشوع والإخبات يعني خوزل الكرنة وخوبة كمزاني هست كذن بقولي إخوة وبشكولي إخوة ما بس أوري جاء متواب أمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أو داستانك ممتمن جراء أي محمد صلى الله عليه وسلم أولا هوالا نهين يكان نوحيه إليك إما وحي أكين أن يرين ولايتو أي ما ذكرنا من القصص يا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي يعني أم داستانك لغيبيات هيش كسي أماني نزاني ناين زاني أوانا إلا للرقي وحي والنبي حالبين يعني أمانة بوحي زاد له ونوحيه إليك وما فس أما إثبات بو بيغمبريتي تو وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم خوتو إلا لا أوان نبي أو أخت أوان كقد مساء أقلامي خوان قلب كان علمي أقداحهم قد حكانيان أكتابنا وآوى للإقتراع بو قرعة بو قرعة كيشان حالبي وقيل اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة قيل يقولوا كاكا أقلام منزول أقلاح كمية هل بو قلماني أمان قرعة كيان كيشا كتوراة في أنوسيوه لا باش بو قلمان بو أي بو بأقلاح هناك قرعة كيان كيشا غير تبركان تا تبرك يعني بابا عن قلمان مهم لشنا معنى توراة في أنوسياته حالبي بوانا أو كاريان كيو والمراد تقرير كونه وحيا على سبيل التهكم بمنكريه ما بس إخوائي قولي لهناني أم كلامه جيجي الكردني بوني أم كلامه بوحي ولي بششي بشيوي قالتا كردن بو كسانيك إنكاري وحيك بو علشان فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة أو السماع شاكا علشان كريجي شناختي وقائع يعني انتو واقعة كامناسية او اخوات شعوا في كبير يا بي بي سي بو قيرنو هيا في غنبر كاميان بو وقت عن لو كاتو او جرياني مريم الرياوة تا زماني في غنبر يعني داكي مريم لو كاتا حامل بو وزعي دي زكريا وامانا في اصر شصة صال قزراو شو في غنبر لصالي حفتويكي ميلادي للاي قبو ونيا فزور زمان قزراو داي خب اقر او زمان قزراو فدل ري مشاهدة ونبوه أم جعل دي أميرته سماع أو أن إنكاري وحيكا كان يعني أقر إنكاري وحيكا يعني لغي سماعي شو نبوة دي أمانة أو نقوجن أرين أم خبر ومحمد عيزاني نلرقي مشاهدة ويا نلرقي سماع ويا حالبي دي ترقي تلي فين يخو دي شون أمسا كواتا أم زاناي محمد يعني أم معرفتك محمد دلو دي خلاص بواقع حياتي هیچ وکاری کنی بازدانی نکی، با قراره.
إذا وان بواني يا شو وحي كبسل بينن يا شو بيجن محمد مشاهدة كردوها أي شيء عقلي قبولي ناكر يا دعاء في أنصار صار في غمر لنا أو أنا به عربي مشاهدة كردو أمان جاء ويا علي بويا تأكم يا أبو أوان وعدم السماع معلوم عدم السماع معلومة عربي بوشي لا شبهة فيه ولي عندهم يعني عدم السماع كار المعلومة إنا بس سماع في غمر دانيوتي ولي عندهم لا يجو لك كان عدم السماع معلومة نيجي شتويتل دي باش وقت عدم السماع معلوم به فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان فشاهد أو اتهامك أو عن لي أدان حالبي باحتمال أمامك في غمر أو عن ديوت معلومش ولا يظن به عاقل هج إنسانك عاقل اشتوانا هاجي حالبي فبوي راست أخوما وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أو سابتك ذلك من أنباء الغيب نوحي يعني أمن الرقي وحي ويا أمر أخب أبين الرقي وحي والنبي كأوان إنكاري وحي كأكل أبين كيوه به أبين سماع به ليخو معلوم إشا أبين مشاهدة به توقت عن مشاهدة النبوة شكا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم جاخو الله خوش الخوة ذان هو كوايا مثلا بيجي النار حارة آور قرمة يخو أوان شزان مثلا بيغم محمد لبين نبوة الله كاكا آخر نية شتكي أوان واقع يعني كمحمد درودي خير سر بس سماع يبو سابد نبوة تنوان إيمان بسماع حكا كوحيك يعني دي أجر إيمان ينبوة نبوة بيخو أو في غمبر حاليبوني في غمبر ناسيني في غمبر بو وقعها هدور بيها يا أشي سماع كبه يا مشاهدة كبه حالبي بس كواتا أمانا واديارة أو نكودن ألين محمد مشاهدة كردوة با من فيان بيجم مشاهدة نية يعني او نئوا بعقلا مثلا حتى كسيك دو اي 56 صال لو بر يعني مثلا بين دو دستلا 56 صال فاصله كوتوا اگر من بيتان نل مشاهده روينه دا نظر الخدا اشي من بيج مشاهده روينه دا حالب او غلطه كدنا فيها يا اگر باشا قالت كرنا بيان يعني ايوه خو اوازن بلام هان لدرجي اواك لدرجي كسي كيواك اوا نفهموك ودنو تينا قيشتو به جا اقلامكا نخست الناو اواكا اقلامكا فرادا ايهم يكفلوا مريم بو ابزان كاميان كفالة مريم سلفرست مريم باستو بقرن هو متعلق بمحذوف دل عليه يلقون اقلامهم اي يلقونها يعني هنا قال مكان فردا ليعلموا أيهم يكفلوا مريم يا بجري ليعلموا أو يقولوا يعني يلقونها قال مكان ليقولوا تعم بيجن أيهم يكفلوا مريم تعوى بيجن يا مسأوى هل يقولون بواقعا أوابي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم كانوا كاتا يقولون أيانود أيهم يكفلوا مريم شن أجر وابي لي ولا معنى يجني أبو أو كي يقول وك نونك اللي حذف كين جازمك بيخو لا مش بيتوا بسريا بكيتوا بعيلات أبو أو بيجي مثلاً شون بيجي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ليقولوا حتى أوان بيجن شاكا أيهم يكفلوا مريم يتو لو حاربوا بيتي أشكري يا مبلي عاتب وسيع يعلم كل ما كيبيته بسلام وما كنت لديهم إذ يختصمون لو شاك مشتوم ريان بو لسر موزوعك تولي لا ينبوي بوشي مشتوم ريانك تنافسا في كفالتها شنك مسابقا لأن كفالتك أما يمن أو يمن هل كيف يخش بلاي أو بي وأخوائي قولوا عشرين كربولة برشابيانا إذ قالت الملائكة أو كاتي وافري اشتكان وتيان أما بدل من إذ قالت الأولى نرى إذ قالت الملائكة الأولى أو كاتب أو كاتبك ملائكة نوتيان وما بينهما عويكة لبين أو إذ قال إذا كي أولو إذا كي إرهاد أبيت اعتراض من المعتزة أو من إذ يا بدل لبري إذا في أشوكا إذ يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك سنة كذا يا سنة كذا لقيته سنة كذا والله شوالي
يا بدل بري إذا في عشوك يعني ما كنت لديهم إذ يختصمون يا ما كنت لديهم إذ قالت الملائكة حالبي شنك أو مجد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك عرب وأبقينك بل وقوع اختصام بشارتك لزمانك درود رجع الرياوة بويا دوباره إذا كنت كنت دوباره بدل لبري أو كاتك جيرو كيشان بو لكفالتيا أم جارة لو كاتشك فريشتكان بمريم يانود يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم أو من إذ يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع لزمانك تولاني ودورو دريجة وإنت وش متسعة يعني زمانك وسع الدار يعني زمانك مثلا بانوبرين زمانك دورو دريجة أو شنو زماني كفالد بو أما زماني أويا كمريم قيوات الرادية كيوا كأتواني من الدار ببي فرقك وكو قولي ومثلا أرأيتي لقيتك شاكا سنة كذا إن صار فلان توم بينيوا هذه وش نوع عبارتي إيوه بخلنا لقيته قولك لقيته داي لقيته سنة فلان. كذا لقيته مثلا فلان كسم بيني سنة أريه سنة صارك يعني بيني كذا يجهني ببدل بري أو مثلا كذا يعني وقع أسا صارك يعني بيني وقع أسا سنة كذا يعني ما نوايا لبيني أوصال لبيني إسا فاصلة كوتوا فاصلة زور بابويا كان يدوبارا أن يكذب بدل لبري أو يكيشو يعني أو كذائبة بدل لبري سنك أمر يا مريم أي ما إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة خواهي قولا مجاء ذنب كلميك منه إلى لعاني خواهيوا كصفتي أو كلمة وايا اسمه المسيح عيسى بن مريم ناوي أو مسيحة ناوي أو عيسايا ناوي أو ابن مريم عيسايا يعني هو بلا سي ناوي بو هي ناوي ولا أخوي توزيحها كذا زي ما توزيحها كذا أخوينا المسيح لقبه مسيح لقب عيسايا وهو من الألقاب المشرفة يعني لو ألقابانية كشرف بإنسان أدا كالصديق وكو صديق جاو أصله بالعبرية مشيحة يعني أصلي مسيح بعبرية مشيحاية ومعناه المباركوة كاتبوا يا كان أبيت جزء القاب مشرفة كشرف إنسان مثلا يا هر مشرفة يا القاب مشرفة لقبها يا كوارز في أدراوة وعيسى معرب إيشوع يعني لا أصل لزمان إخوانا إيشوع بلام تعريب كراوبه واشتقاقهما من المسحي لأنه مسح بالبركة أو بماء طهره من الذنوب أو مسح الأرض ولم يقم في موضع أو مسحه جبريل ومن العياسي وهو بيال يعلوه حمرة تكلف لا فاعل تحته ولا كمان اسماء عجمي جاء قال اشتقاق يعني كي أو مشتق من هنا على باب وجهته أو كف أو بيت تكلف مثلا بيجي ولا كاكا مثلا مسح لمسحة شن أو مسيح مسيح بالبركة يقول بلي دستي بركة تعويل أدراوة أو بماء يا بآويك مسح كراوكا أو آوة تهره من الذنوب لهرش قناح باك كروتوا أو مسح الأرض يا بعرزا قراوة ولم يقم في موضعين لهش كإقامين أبو بلي خلق شوية نكيبة تايبد به أو مسحه جبريل يا جبرائيل دستي لداوة بويا كان بيج المسيح بو عيسى كي مسبيج ولا من العياسي كعيد منك وهو بيال يعلوه حمرة سفيتيك كسوريتي هابسرو أو تأويلانا يعني أو مشتق من نواني بوذكرك أو تكلفة لا طائلة تحته هيج فايدهك إلى جيرانية إلى خوتان وعاك أين أو كلمان عجمين وبو كلمة عجمين أبل عربي أبو مشتق منه قريت وابن مريم ابن مريم هنا وعيسى ابن مريم لما كانت صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكها ولا ينافي تعدد الخبري
إفراد المبتدأ بل آخر معمول لتركيبها يسبب من أواي تركيب كين بيجن شي بيجن اسم مبتدأ اسمه اسم ذا لهيك كم زبرتي اسمه المسيح مسيح خبركيتي أم جارع عيسى خبري بعد خبره ابن مريمش خبري سيهمه صحيح لنا حواباسي وآية أجر يك مبتدأ بأتواني شندان خبري بوبيري زورك العلماء علين بله هواشي علين خير حالهم تعدد خبر بمزاد درستيانا بيزاوي خويك لو حسنا كفي درسته يجيب ولا ينافي تعدد جاء عليه ابن مريم كهيدرا وتوا مثلا أريخو وذكركا أريكاك خو أمانا صفة لأصلاح يعني مثلا إذا كان مسيح عيسى ابن مريم هنا كخبرها يكن بشوينك هاتون يعني كردوني بخبر بو اسمه حالمين أو وارد بو كباو أمانا صفات نو اسمني جوابك واتخلق على باويا يعني منظوري إما باسم مرادف لقب علمنية ياشتيك بك لوان بعلا تربية بلكو منظوري إما چيا مراد باسم ليردا هر لفظك كعبيت علامتي مميزة ومسماك هر لفظك علامتي مميزة ومسماك كافية يعني جايكاتو لما سيواي خوي ابن مريم جايكاتو لما سيواي خوي فاز اويا جعلوا ابن مريم لما كانت صفة تميز تمييز الأسماء وقتك أمج درس أم صفة ولا قلوك صفتك فلان تمييز خاب تمييز أسماء نظمت في سلكها للرديف اسم كان هندرا أي للرديف مسيح عيسى دا هندرا والأمر ولا ينافي تعدد الخبر إفراد المبتدئ يعني مفرد بوني مبتدأك كي شيء لقال تعدد خبرنيا فإنه اسم جنس مضافين شن كم مبتدأك اسم جنس مضافة نرى اسمه أو اسم خوي اسم جنس كإضافة شكراه ولا لمينكا جاء اسم جنس مضاف وعمومة يعني مفيد عمومة ويحتمل أن يراد أن الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه الثلاثة وشاهد ما بس أو بأمسي أنا بدوك هنداون ما بس أو بك أويك وإيساي في أناسري يعني هبت علامة مميزة بوي وإيساي في جابة لغير خوي أمسي إسمية شن فإن الإسماء بوي مبتدي اسمه يعني اسمه لسر معناه خوينية يعني شيء يعني ما يميزه مردوري بنال اسمه ذات يعني مميزه أوي يبدره مميزي أو شخص يعني أو كر مريم شيا المسيح عيسى ابن مريم أوى حالي بقول ده جن ده والمميز بلى فإن الاسم علامة المسمى والمميز له ممن سواه مميزا لسواه ويجوز أن يكون عيسى خبرا مبتدأ محذوف يعني هو عيسى مثلا أجر تعددي خبرنا بالليوا بلى والله تعددي خبر دروزنيه أو أخت اسمه المسيح أو اليوم ده خبري خوي توابو أمره هو عيسى بن مريم أو أخت هو كين بدو عيسى كين خبرك أي ابن مريم شيل يا كين ليوا وابن مريم صفته شاكا ابن مريم كش كين بصفته بوي وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها لرا سؤالة المسيح على كات الخو ها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة شابيفر والخطاب كان قبل مريم بيفر موايا منه اسمه المسيح عيسى بن كي من ابن كي كريتو كشي على كي على كري مريم شاكا خب على بويا ابن مريم يقول والخطاب لها كتاب لغة المريم جداية تنبيها على أنه يولد من غير أبي وريامان كاتو لسنة وكأمن على ببي باوغ لدائق أبي إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ومن الغل يجمع مولا نسبة لهم ولا باوكان فذا قبيتها ابنوكي ندى زاندراكا أما باوكينيا ولا تنسب إلى الأمي نسبة نادرب ولا دائق إلا إذا فقد الأبو مقر زمان باوغ مفقود به جاء عيسى وجيها في الدنيا والآخر بوجهه يعني أرزشمند للدنيا والآخرة أو وجهنا حال مقدرة من كلمتين نيود
بكلمة أحاضي بخدره لو كلمة ممكن كاس يقبل يرجعون نكيرة شون تو مثلا حالو لها ولا لحالك حال نكيرة محزنائي أقر حالي لي بأي خانة فيها شو الله وهي وإن كان نكيرة ها شنو نكيرة لكنها موصوفة ولا نكيرة موصوفة مثلا نية لواك أوجد بكلمة أو منه اسم بكلمة منه أو منه خوي أبيت الصفات يعني جار لقال متعلق كي أبيت الصفات وكلمك حالبين دي أم جار اسمه المسيح عيسى بن مريم أشكره شنك هي اسمه وكب وكلماته يعني اسمه المسيح وكلماته باعتبار معناه البتا هنا شنك كلمة مؤنسة اسمه المسيح عيسى بن مريم أو يشبه الخبرة أو يشبه جملة محل مجهول أبيت الصفات وكلمة جعل شن صفتي قلتها فاز درست حالي لابي وتذكيرها يعني تذكيري وجهنا كلي فرمو وجهة للمعنى بخاطر معنى كياتي والوجاهة الله مثلا وجها في الدنيا والآخرة لدنيا ولا قيامتا وجاهتها وجاهة يعني شي والوجاهة في الدنيا النبوة وجاهة دنياي بريتيل النبوة وفي الآخرة الشفاعة والآخرة بريتيل الشفاعة ومن المقربين لقال أوشا أم حضرة عيسى لنزيكاني بارقاي فالوردقاه لأن نزي خراوان الأخوة وقيل أما إشارة إلى علو درجته في الجنة إشارة بلا برزي درجة لبهشت أو رفعه إلى السماء يا إشارة بلا أويك برزكرته بأسماء أقول دوايا باسيكا دي أمر وصحبة الملائكة ولبر خاتري أويك صحبة ملائكة لبر ويا مسأل في الله من المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ودو جار قسل قال خلقك يك يا بمناوي لبيشكدا ويك يا بكهلي يعني با تمني جنجيتيكا ناغيت بتواب تمني فيري تقريبا نسيب روجو في الكهل اي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا قسان لقالك على حالك كمناوي شو لحالك كهلا باشا قسان لقالك كلام الانبياء بكلامه ما سنقص في غمران شو قساك ان خلقك وخلقك دون اوا من غير تفاوت ببيت تفاوت والمهد مصدر مهد من مصدر ولي سمي به ما يمهد للصبي من مرجعه ناو بردك ريابو أوي كوا آمادا أكريبو مناو كبريتي بلا جيخوكي أو جيخويك آمادا غير بيشكا وقيل نا إنه رفع شابا قيل قال أم حضرة عيسى بجواني برو عاسمان هلكشين دراوة والمراد وكهلا بعد نزوله شن كهل دواي شبابا كواتا او كهلا يعني دواي نزول عيسى يعني دواي اويكا لآخر زمان حضرة عيسى هاتو كهلا او كاتا او خشصا كهلا بخلق حالبون او عمره صرف نبوة شن كعمري آسائي كصرف بيه لدنيا ساسا حضرة زبير فرزن وقتك مردوة ساسا المردوة دواي واحد لسر دوخي أو كاتب وكتيان بردو كأخوي جورزين يكروت. أمشك أجر هذيك شان دو لم عالمية ما حال حاضر بوجه درو دواي وكبيتو هل لسر دوخة كي جالنا. وقتي كتيان كشاو. وذكر أحواله المختلفة المتنافية وأخوي جورهاد ذكر أحوال عيسايكر أو أحواليك دشبا يقبون لواقعة شاكا. ها جبنا الله بيرة مسونية. مناري وبيري وأمانة جوانا مثلا إرشادا إلى أنه بمعزن عن الألوهية إشارة ولا أوك أو فاصلة زورة لقى أخواتي كعيسى كان في أنواع أخوايا أخواني شنك أخواي قورة تغيير أحوالينية ومن الصالحين ولا شاكانيشا أما حال ثالث من كلمة حالك لا سهم لكلمة أو لميرها كامل إن لميرك أجل بكلمة جاء كامل لمير الذي فيه يكلمه أولى ميريكا مستطيرا لا يكلمه ده وأوجهته باشا جاء امرأة من جوابك مريم بايت البسمان بتائرة بلان أو خالقه أماشي فيه بكم ديوك قرار بو سؤالك مطرح بو بيتان بلان أو نبو فرمي واذكر ربك كثيرا لدرسي في أشواء باسي أوي كركوتي وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار إما أو من مفيد معنانا كرده أو أمر اللي هو منزولي أو يا مشتو مريكي علماء أصول لسر أو آية أمر بذاته بماهية خوي مفيد تكراره
يا مفيد تكرارني آية أمر بو تكرار يا بو مرة يا بو هيك شأنية قولي أصح لسر أوي أمر بو أوي بو راجي عندني ماهيته يعني بو أو ماهيته أنجام بدري يتر مثلا يجزار بو أوي ماهيته كبدري لابد منه أو يجزار شو حتما بيخشون جارك نكري خو ماهية نهاية دي بلام أول بر أوي كماهيته كبدري أين أمر بيجزار جنية نبا يجزار نبا شنجارة حالبون جاديارا ام راي خوي لسر اويا او انا كعلن بو يجارو شنجارني مگر زماني مقيد كري بشرط يا بصفتي مثلا شرط معلق كري بشرط يا مقيد كري بصفتي او كاتا اتواني امريكا بو تعدد يعني بو اري بو اوبي بو تكرار بي امريكا بلا مختي وانا بو امر بو تكرار نامي شلون امر بو تكرار نابي يعني هرب امر بماهيته برام جاري وياه بقرينه وبله فردن سن فرمويتي واذكر ربك اقر بتاي واذكر ربك يقرا ذكرك كافي ولا شنو هذه كثيران شاكا يعني بردوام ذكرك اقر كثيرا نوتاي تو تزاني هر امر بماهيتك بيكر دوي او جيك جار انجامي بي كافيه ولا شن كثيرا كيوتوا بس دري اخاك امر بتنيا خوي مفيد تكرار نيه كثرة كمان بيوانا تام في دي تكرار به ما فرغون إن شاء الله.